الفكره ديال الاغنيه جاتني اول ما تلاقيت مع القنصل العام للمملكه المغربيه بلندن سي عبد الرحيم بيود اللي كنوجه له تحيه كبيره واللي هو الكاتب ديال هاد الاغنيه ديال موروكو. فملي جلست معاه وسمعني الكلام عجبني وجوست ابخي دونك شفت مع الملحن رضوان الديري اللي هو اللي خرج اللي لحنها وكذلك توزيع وبقينا غاديين دقه دقه ومن بعد الكليب وحتى عطات هذه النتيجه هذه يعني ولعبنا في الكليب على البساطه اللي هو من اخراج حسن الكرفطي. المخرج ارتأى ان ذاك البلاصه غادي يمكننا نصوروا فيها ودار واحد ستوري بورد زوين ورصا واحد الفريق كبير انتم شفتوا راه تقريبا واحد الفريق كبير اللي معايا في الكليب واصيله مدينه زوينه بزاف ومدينه جميله. على فكره بغيت نحيي من هذا المنبر ساكنه اصيله والناس اللي خدموا معنا في هذا الكليب لان بالفعل استقبلوني واحد الاستقبال حار وكانوا متعاونين معايا بزاف وباش عطات هذه الصوره جميله.